$62,000 أمريكي هو سعر المجوهرات التي تزينت بها النجمة نادين نسيب نجيم في مهرجان بياف ليلة أمس من دار المجوهرات العالمية تيفاني، حيث اختارت نادين مجموعة فيكتوريا تيفاني. إليكم التفاصيل. اختارت عقداً كلاسيكياً من مجموعة فيكتوريا مصنوع من البلاتين ومرصع ب11 قيراط من الألماس الذي يأتي بالشكل الدائري والمركيز ومتوفر بسعر $77,000 أمريكي. أضافت من نفس المجموعة سواراً بلاتينياً مرصع ب6 قيراط من ألماس المركيز والألماس الدائري ومتوفر بسعر $62,500 أمريكي. أما خاتم خطوبتها الذي كان حديث الجميع فهو أيضاً من نفس مجموعة فيكتوريا تيفاني المصنوع من البلاتين ومرصع بقطع الألماس المركيز والدائري والذي يأتي بسعر $22,300 أمريكي. لمعرفة المزيد عن مجوهرات وإطلالات المشاهير في مهرجان بياف زوروا موقعنا thejewelrytales.com.